ولتسليط الضوء أكثر على جلسة البرلمان المخصصة اليوم، ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد فراس. محمد مرحبا بك، يعني أطلعنا على التطورات من حولك، أبرز الملفات اليوم الموجودة على جدول أعمال البرلمان العراقي، تفضل. نعم، كان من المفترض أن تعقد الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا، لكن إلى الآن لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، على الرغم من أن أجراس المجلس قد قرعت لأكثر من مرة. هذه الجلسة التي تعتبر الثالثة وفق جدول الأعمال الفصل التشريعي الثاني، والذي تضمن ولأول مرة في هذا الفصل قوانين تمس المواطن بالدرجة الأساس، وهي واحدة منها القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وأيضا مسألة التجاوزات السكنية في قراءة أولى أيضا، وهي أيضا تمس حياة المواطن بالدرجة الأساس، بالإضافة إلى أداء اليمين الدستوري لعدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وأيضا مناقشة الاستهداف الأخير الذي طال الأراضي العراقية، القصف الإيراني الأخير. هذه الجلسة التي تزامن معها إجراءات أمنية مشددة ومكثفة جدا، يعني تضمنت قطعا للطرق العديد من شوارع العاصمة بغداد، اليوم قد قطعت القادمة إلى ساحة التحرير، جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير قد أغلقت. نعم. وأيضا جسري السنك والجمهورية، الجمهورية أساسا لم يفتح والسنك أغلق يوم أمس، المداخل المؤدية من سريع محمد القاسم أيضا إلى ساحة الطيران، ومن ثم الباب الشرقي قد أغلقت تماما. هذه الإجراءات الأمنية قد رافقت جلسة اليوم، وقد تكررت أيضا يرافقها سخط كبير من الشارع العراقي، الذي يعني يطالب بعدم إدخاله في دوامة من الإجراءات الأمنية والقلق الأمني بسبب عقد جلسات مجلس النواب، والذين يعني أغلب المواطنين أكدوا على ضرورة أن يكون هنالك سلاسة في الإجراءات الأمنية أثناء عقد الجلسات النيابية. بالتالي الجلسة اليوم رافقتها الكثير من الإجراءات الأمنية المشددة وقطعا للطرق أيضا في العديد من شوارع العاصمة بغداد، لكن المنطقة الخضراء لم تغلق إلى غاية الآن، وهي يعني لعبور جميع المواطنين والمركبات إلى المناطق المحرمة لدخول المركبات والطرق الخاصة بحامل هويات المنطقة الخضراء. المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء جسر المعلق جسر القادسية هي مفتوحة ولا توجد هناك. محمد، هناك أنباء زميلي عن بدء عقد الجلسة برئاسة السيد محمد الحلبوسي، ماذا تخبرنا عن هذا الموضوع؟ نعم الآن، نعم الآن في هذه اللحظة تحديدا، نعم عقدت الجلسة النيابية برئاسة السيد محمد الحلبوسي، سنوافيكم أيضا بعدد الحضور، هذا يعني أن النصاب نعم. قد اكتمل في صحيح. هذه الدقيقة في هذه الساعة، نعم جلسة عقدت، وسيمضي مجلس النواب بقراءة لجدول الأعمال ودخول بمناقشاته التي يعني الجدول التشريعي اليوم سيبدأ مجلس النواب المناقشة والقراءات، ومن ثم التوجه نحو الجلسات الأخرى للقراءات، أيضا قراءة أولى لهذه القوانين تلحقها قراءة ثانية، وأيضا مناقشات داخل اللجان النيابية. اللجان النيابية اليوم استعادت أو عاولت أو استأنفت عملها من جديد بعد توقف دام لأشهر طويلة في الفترة الماضية بسبب التظاهرات التي كانت داخل مجلس النواب. بالتالي عودة العمل التشريعي اليوم، بالإضافة إلى عودة العمل الرقابي في الفترة الماضية والمتمثل بعمل اللجان النيابية ورقابة اللجان النيابية، هنالك ملفات أيضا مهمة لربما سيحسمها مجلس النواب في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وهي ملف رئيس الجمهورية وأيضا ملف رئيس الوزراء والكابينة الوزارية، وهي مرهون أساسا قانونيا ب حسم ملف رئيس الجمهورية، والمتعلق أيضا كما هو معروف بالحزبين الكرديين إما دخول. نعم. طيب محمد، يعني فيما يتعلق يعني بالجلسة والكتل الحاضرة اليوم في أو تحت قبة البرلمان، هل هناك غياب لأي كتلة بعينها في هذه الجلسة، أم جميع الكتل اليوم متواجدة في مجلس النواب ومشاركة في هذه الجلسة؟ نعم، اعتاد مجلس النواب على أن تكون هنالك تغيبات، سواء كانت من كتل محددة أو من أعضاء لمجلس النواب، لكن إلى الآن لم يتضح من هو الغائب والحاضر إلا بعد نشر الإحصائية التي يرفعها السيد محمد الحلبوسي بعد عد أعضاء مجلس النواب الحاضرين ومعرفة عددهم، ومن ثم
يتبين من هو الحاضر والغائب وأيضا الكتل إن كانت حاضرة أو غائبة. هي الجلسة جلسة اعتيادية كما اتضح من جدول أعمالها، بالتالي هي ليست جلسة تحمل حساسية كبيرة، بالتالي لا يعني لا أعتقد أن هنالك كتل نيابية قد أعلنت مقاطعتها أو رفضها للدخول. هي جلسة للقراءات والمناقشات، بالتالي كما ذكرت في بدء حديثي أن هنالك بالتأكيد تغيبات كما هو اعتاد مجلس النواب، تكون هنالك تغيبات من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وسنوافيكم أيضا بأسمائهم بعد قليل بعد أن تصدر من رئاسة المجلس، من هيئة رئاسة المجلس حصرا، وحينما يأمر السيد محمد حلبوسي بنشرها على وسائل الإعلام. نعم. طيب محمد، بحكم قربك من يعني أو وجودك في مجلس النواب، إلى أين سيذهب اليوم مجلس النواب تحديدا في ملف مناقشة القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق؟ آراء النواب من حولك قبل الدخول إلى تحت قبة البرلمان؟ نعم، أعضاء مجلس النواب جميعهم يستنكرون هذا الاستهداف، وهذا تطاول على الأراضي العراقية وتطاول على السيادة العراقية كما سبقه من استهدافات كثيرة. مجلس النواب اليوم وضع هذه المادة في طليعة مناقشات عمله اليوم، في طليعة جدول أعماله، بالتالي سيكون هنالك ربما موقف من أعضاء مجلس النواب، أو لربما سيكون هنالك اكتفاء بالبروتوكولات والاستنكارات. الشارع حينما تحدثنا عن رأي النواب نتحدث عن رأي الشارع العراقي الذي يضغط ويطالب بضرورة أن يكون هنالك موقف حازم لمجلس النواب، وأن تكون هنالك رد فعل من خلالها يتوقف التطاول على الأراضي العراقية. نعم. وهل هذا يعني الرأي يتبناه النواب العراقيون اليوم؟ نعم بالتأكيد، حينما وضع في جدول الأعمال هذه المادة، حينما وضعت في جدول الأعمال سيكون هنالك مداخلات ومناقشات مطولة جدا، ربما سيستغرق وقت النقاش في هذه المادة أو سيأخذ أغلب وقت جلسة هذا اليوم. نعم. ربما سيستمر لساعات بسبب أهمية وحساسية الموقف. نعم. بالتالي يعني هو أساسا في نعم تفضل أكمل فكرتك محمد قبل يعني لأن الوقت قد داهمنا. تفضل. نعم. أساسا أن أي استهداف للأراضي العراقية هو محرم دوليا وهو انتهاك للسيادة العراقية، وهنالك قوانين وبروتوكولات بين دول الجوار تحد. نعم. العلاقة بين دول الجوار، وعلى أساسها تقام العلاقات بين العراق وباقي جيرانه من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، بالتالي هذا الاستهداف هو انتهاك لهذه البروتوكولات ولهذه القوانين. كان بحسب قول النواب كان من الأرجح أن تعود الحكومة الإيرانية عن طريق الانتربول الدولي أو عن طريق البروتوكولات الدولية إلى الحكومة العراقية لمناقشة هذا الموضوع، وترك الأمر للحكومة العراقية وقرار الحكومة العراقية، لأن هي بالأساس أراض عراقية لها سيارتها ولها حكومة. نعم. تتصرف وفق المعطيات، بالتالي هذا طبعا حديث النواب، معظم النواب الذين قابلتهم وتحدثت معهم، بالتالي هو مستنكر وهنالك شجب كبير على هذا الموضوع، ويبقى القرار ما سيصدر بعد جلسة اليوم، والموقف سيكون بعدما ستؤول إليه جلسة اليوم وما ستنتجه نقاشات جلسة هذا اليوم في هذه المادة تحديدا، مادة استهداف الأراضي العراقية. نعم. إذن يعني سوف نعلم ما هي آخر التطورات ونتائج هذه الجلسة من خلالك في نشراتنا اللاحقة. شكرا لك زميل محمد فراس، كنت معنا من البرلمان العراقي.